بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، ما هي واجبات الأب تجاه أبنائه؟ الحقيقة هذا السؤال يتكرر كثيرا، لأن كثير من الأبناء اليوم يشتكون آبائهم، معظمهم لا يعجبه أبوه وأباه، وهذا طبعا خلل كبير في الأبناء وليس في الآباء. الحقيقة هنا أنا يمكن أن أوجه لوما للآباء، أنه ينبغي عليك أن تذكر ابنك بأهمية الوالدين ورضا الأبوين. الأب قد يقصر في هذا الجانب، لذلك نجد الطفل عندما يكبر يصبح عاقا لوالديه. النصيحة المستمرة لهذا الولد منذ أن كان طفلا إلى أن يكبر مهمة جدا أيها الأحبة. يعني يمكن أن أقول أنا أول واجب وأهم واجب لأي أب تجاه أبنائه أن ينصحهم ويعلمهم ويرشدهم، وأهم شيء أن تعلمهم بر الأبوين. القرآن واضح في هذه القضية أيها الأحبة. الله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن أولا عبادة الله، ثم ماذا؟ وبالوالدين إحسانا. سبحان الله، يعني أراد الملك هنا أن يقول لك الإحسان للوالدين شيء مهم، هو جزء من عبادتك لله. أنت عندما ترضي أبويك أنت ترضي الملك سبحانه وتعالى. فالأب هنا يقصر في إبلاغ ابنه هذه المعلومة، فلا يلومن إلا نفسه. وهذا ليس مبرر طبعا للابن أن يعق أباه حتى لو الأب قصر. الابن يجب أن يبحث عن الحق، ويجب أن يعلم أن هذا الأب له حق عليك أخي الحبيب، هذا الأب له حق كبير عليك. ولكن نحن اليوم سنوجه نصيحتنا للآباء. أولادي أنا أول حق لهم علي أن أعلمهم. وطبعا العلم هنا لا يعني الشهادات، العلم أن تعلمه أولا لماذا هو في الدنيا. ليس من الضروري أن تقول لي أنا أدخلته أفضل مدارس وأخذ شهادات عليا وهو يعقني، لا، أن تعلمه لماذا هو موجود في الدنيا أصلا. تعلمه أن هذه الدنيا تافهة، وأنك تسير باتجاه لقاء الله سبحانه وتعالى. فعندما تلقى الله، الله سبحانه وتعالى يقول لك على لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر ماذا؟ عقوق الوالدين، أكبر الكبائر عند الله. وأكثر عمل يغضب الله أن تعق والديك. يجب أنت أن تبلغه هذا، أن تعلمه هذا. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أحب الأعمال. يجب على كل أب يلقي مثل هذه الأحاديث على مسامع أولاده منذ الصغر، أن يجعلها ثقافة لهم في البيت. ما هي أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله؟ ماذا قال؟ الصلاة على وقتها، ثم ماذا؟ بر الوالدين مباشرة بعد الصلاة. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لك: انظر، إن صلاتك غير مقبولة إذا عققت أبويك، إذا سببت لهما الأذى، إذا لم تكرم هذين الأبوين صلاتك في خطر. إذن الصلاة على وقتها، ثم ماذا؟ بر الوالدين. فإذن أنا أمام هنا ثقافة أنشرها في البيت، أنا كأب مسؤوليتي هذه. هذا أول واجب، أن تعلمه كيف يبر أبويه. الواجب الثاني أيها الأحبة، أن تعلم ابنك السلوك الصحيح. كثير من الآباء يعلم ابنه كيف يكسب المال، وأقول لك أنا ربيته تربية جيدة، علمته كيف يجمع المال ويكسب المال. طيب بهذه الطريقة قد يسرق مالك إذا لم يكن لديه رادع أخلاقي وديني، إذا لم يكن لديه خوف من الله سيسرقك هذا الولد. لذلك هذا الأب أحيانا يشتكي، يقول أنا لم أقصر مع ابني، وضعته في أفضل مدارس، أفضل تعليم، أفضل لباس، أفضل أفضل. يا أخي هذه كلها ضرورية،
وشيء جيد، ولكن هذه الأمور ثانوية، ليست هي الأساس الذي تربي ابنك عليه. يجب أن تربي ابنك على حب الله أولا، تربيه على حب النبي. إذا أحب رسول الله سيلتزم بكل حديث يسمعه من هذا النبي الكريم. أما أن تعلمه على حب الدنيا سيسير مع الأغلبية. لذلك الأنبياء، عندما سيدنا إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، عندما حضرتهم الوفاة ماذا أوصوا أبنائهم؟ لم يكتب لهم وصية تتعلق بالدنيا، بل كانت وصيتهم اتجاه الآخرة طبعا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولكن النصيحة الأساسية التي أخبرنا عنها القرآن، عندما نجد قول هذا النبي لأبنائه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، عينه على الآخرة ليس على الدنيا. فإذا أنت كأب واجبك أن تنجي ابنك أولا من عذاب الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والعياذ بالله. الشيء المهم هنا أخي الحبيب، أنك أنت كأب يجب أن تجعل في بيتك ثقافة الصبر، أن تصبر على أذى الولد، هذا واجب عليك لتكسب رضا الله. طبعا هو إذا أذاك مسؤوليته أمام الله، ولكن أنت يجب أن تصبر لأنك أنت الكبير، يجب أن تعفو عنه، هذا واجب عليك العفو. كلها آيات موجودة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لم يقل لك اغضب عليه، لا، قال اعفو، اصفح، اغفر، تسامح، هذا واجب عليك. في حالة أن ابنك تسبب لك بضرر أو بأذى أو بكلام سيء، انظر إلى سيدنا يعقوب، نبي الله يعقوب، بعد أن خدعوه أبناؤه وأخذوا ابنه المدلل يوسف عليه السلام ووضعوه في الجب واتهموا الذئب بأنه أكله، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ماذا قال لهم؟ انظر أخي الحبيب حكمة هذا النبي. أنا أريدك أن تتحلى بأخلاق سيدنا يعقوب في معاملتك لأبنائك. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ماذا قال؟ فصبر جميل. كلمتين فقط عالج القضية كلها. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وحتى بعد أن أخذوا ابنه الثاني وقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا إلى آخره، ماذا قال لهم؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. أيضا كان رد فعله هو الصبر. أنا أريدك أخي الحبيب، أنت كأب، أن تجعل الصبر هو حياتك، حياتك أن تكون الصبر. مهما فعل أبنائك اصبر، أنت الكسبان، أنت ستكسب في النهاية في الدنيا والآخرة. طبعا الله سبحانه وتعالى أصلح هؤلاء الأبناء، أبناء سيدنا يعقوب، وتابوا إلى الله واستغفر لهم الله سبحانه وتعالى. فإذا أخي الكريم، يجب عليك أن تعلمهم التعليم الصحيح، يجب عليك أن تكرمهم مهما أساءوا، يجب عليك أن تغفر لهم وتصفح عنهم وتعفو عنهم، يجب عليك أن تتسامح معهم وأن تصبر على أذاهم، وهكذا ستمشي الدنيا بسلام وهدوء، ونجنب بيوتنا الكثير من الشقاق بين الآباء والأبناء، نجنبهم هذه العداوات وهذا الحقد وهذه المشاكل التي قد تصل إلى المحاكم وإلى أشياء أخرى يعني أكبر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.